جهنم. وقد جاء في الحديث المتفق على صحته قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. ناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا أو يسحب سحبا. فهذا كله حق دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش، يقول إن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على الصراط المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك، وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك. ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه ها هنا، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخردل أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار كما أثر في كما أثر فيهم تلك أو كما أثرت فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.